كان في معنا أسيرة من غزة، كانت يعني قصتها من أكثر القصص الحزينة أو المؤلمة اللي قابلناها. بلحظة دخولها للسجن طول الوقت كانت بتعيط وكان وضعها النفسي سيء كثير، فلما رحنا وكلاتنا بس عارفين بدنا نعرف شو قصتها، حكت لنا انه هي كانت نازحه من الشمال للجنوب على اساس انه في الممر الامن وانه رح توصل بسلام. كان في حاجز على الطريق فصاروا يحكوا انه بلشوا بالاعتقالات. حكت انه اعتقلوا عدد كثير كبير، هي كانت من ضمنهم، كانت معها ابنها الرضيع وما كانش في اي حد من عيلتها. بتحكي انه اخر مشهد انا شفته انه كان ابن الرضيع على الارض، بعرفش هو في حد اخده او استشهد او لساته حي، هي ما كانش تعرف اي خبر عنه غير انه هي اخر مشهد تحكي انا بس شفت ابني على الارض وغيره ما بعرف. طبعا بعدها اخذوهم مسافه كثير كبيره لمكان مجهول، ما اللي هي لحد هسه ما كانت تعرف لوين. 5 ايام متواصله في عز البرد والمطر بساحه فش فيها لا سقف ولا اي حيطان، المطر عليهم، كل حد بجهه بعيدة عن عائلتها وعن أهلها وعن غزة. فكانت دايما بس تحكي إن أنا بسمع بصوت ابني اللي أنا شفته آخر مرة على الأرض مرمي. فكانت قصتها جد حزينة وبتوجع. كانوا هم 4 أسئلات مكلبشين مع بعض، مغمين على عينيهم بدون حجابهم، كانوا منزلينهم حتى على الأرض، فكان انتهاك لحرمتهم بدون حجابهم، اللبس ما كانوش لابسين حتى أحذية بإجريهم، كانت الدنيا مطر وبرد. دخلوهم بعدد كبير من الجنود، الكل كان بيضحك حواليهم بس بتخوتوا وبتمسخروا عليهم، بحاولوا يذلوا فيهم انه احنا كيف دخلناكم وكيف جبناكم من غزة. وكان مشهد قاسي كيف دخلوهم على الغرف، ممنوع نختلط فيهم، كان بأول يوم حطوهم بغرفة لحالهم، كل احتياجاتهم كانت انه لا انتوا مش بني ادمين وانتوا فيش لكم احتياجات، مش زي كل الاسيرات. كان يتعامل معهم بطريقة مختلفة، وحتى احنا كان ممنوع نتعامل معهم بالبداية.